اتفضل يا دكتور. خير يا دكتور؟ اطمني، هو بس السكر عالي فجأة خلاها أغمى عليها، واديتها حقنة وبقت كويسة. يا ريت ترتاح لحد الصبح وتاخد العلاج بانتظام، وبلاش لخبطة في الأكل تاني. شفتي يا أختي السكر برضو؟ معلش احمدي ربنا إنها جت على قد كده، أنتِ بس خدي بالك من علاجها. اتفضل يا دكتور، ميرسي تعبناك. تحت أمرك يا فندم، اتفضلي روجيتا. شكرا. متشكرين يا دكتور، تعبناك معانا والله. يا فندم تحت أمرك. أنا متشكرة أوي، هاتي روشيت عشان أجيب الدواء. لا ما ينفعش، أنا هروح دلوقتي أجيب الدواء. خليكي أنتِ مع البنات، أنتِ ما لحقتيش تشوفيهم، العربية بره، خمس دقايق وأكون عندك. ما أنا مش هتأخر، أنا بس خايفة عليكي تتوهي مني في الحتة دي وأنتِ ما بتعرفيش حاجة. ما تقلقيش عليا، واللي يسأل ما يتوهش. يلا على طول. ما تتأخريش، ما تخلينيش أتخطى عليكي. حاضر يا نهار. يلا جاي على طول، يلا خليك معايا. هي مين دي يا نهار؟ أستر يا رب. استر الله يخرب بيتكوا ردوا. زينة! زينة! انت يا زينة الله يخرب بيت مخك! رياض موت وسط زينب. ايه؟ ايه مالك متعصبة ومش عندي مسؤوليات؟ بس المواعين بلاش اغسلهم. مواعين ايه دلوقتي؟ انا مش عمالة انادي عليكي ما بترديش عليا ليه؟ حرام عليكي هتشلوني. عادي يا ستي، ما انتوا عيلة تشيلي. عيلة تشيلي؟ ماشي ماشي. العربتين وهم خارجين ما قالولكيش رايحين في انهي مصيبه تاخدهم يا رب؟ ما قالوش، بس انا ببص كده فجاه ما لقيتهمش، اختفوا مبح. حتى بالاماره ما استنوش السواق. وست سميحه هي اللي زائد. سميحه هي اللي زائد؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، دي الساعه قربت على 12. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ هاتي هاتي محمولك واتصلي بيهم. اجيب محمولي؟ امال ده بيعمل ايه في ايدي؟ ده ايه ده؟ كزدره ده؟ ما انا بقول لك عماله بكلمهم ما بيردوش. ما بيردوش؟ يا نهار، هما لسه ما جوش؟ لسه ما جوش ولسه ما بيردوش. هما الو بنتي دلال، يخرب بيتكم انتوا فين؟ يا نهار اسود، ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ دلوقتي يا سياده الرائد انا هفهم حضرتك. دلوقتي صاحب العربيه هو اللي غلطان. قولي ليه؟ قول لا اله الا الله. قولي ليه؟ انا اقول لك انا ليه قبل ما تقول لا اله الا الله؟ لانه جاي من ورانا وايد النور العالي في عيني، زي ما اكون قايد نور بيتهم هناك في الصالون، قاعد مرحرح يعني. وما انا بقى عوزت افاديه، رحت لابسه في الرصيف، لبست في الرصيف او النعمه الشريفه لبست في الرصيف، يوم هو بقى يخرج واجي على هنا. هو حضرتك مش عارف انا مين ولا ايه؟ لا مش عارف وبس بقى. مساح فجأتي لوك 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 لوك. ايه؟ افصلي شويه. بقول لحضرتك انا عايز اشرح لك من الاخر عشان اقول لك اللي فيها ونخلص. انا عارف من الاخر واشرح لك انا واقول لك القصه ايه. الراجل راح المستشفى وتحول هناك، احنا بقى دلوقتي مستنيين التقرير الطبي بتاعه عشان نعرف مصيرك ايه. لانه لو طلع اكتر من 21 يوم وان شاء الله ان شاء الله هيطلع عشان حضرتك تشرفينا هنا شويه. يوم؟ اشمعني؟ اشمعني هو راح المستشفى ولا جيت على هنا في الاسم؟ ها؟ اشمعني البنت اللي كانت معايا الحبله دي مشت ولا جيت على هنا؟ ولا عشان هي حبله؟ على فكره بقى دي عنصريه، سجل عندك يا سياده الرائد. عارفه ان دي غلطتي؟ لان انا طلعت انسان محترم من الاول، قلت عليك انك بنت ناس وشكلك كده مهذب، انما انا غلطان. كان من الاول المفروض ارميكي في الحجز بره لحد ما يبان لك صاحب. اتلم واحترمي نفسك. يا نهار اسود، ومنيل احترم نفسي يعني انا مش محترمه؟ لا ده حضرتك بقى مش عارف بيتكلم مين، وانا بقى مش داخله الحجز. اقول لك على حاجه، ده امبوسيبل انه يحصل، لان انا لعلمك سيتيزن كين. سيتيزن كين يعني مواطنه صالحه. ها؟ امسكي نفسك شويه وتكلمي عدل مع البيت، فاهمه؟ احنا كده هنعمل محضرين. المحضر الاولاني ضد نفس الشخص اللي عمل لها محضر، وهنثبت فيه حاله العربيه، وهنثبت فيه كمان حاله الحامل اللي حياتها معرضه للخطر وموجوده دلوقتي في المستشفى بين الحياه والموت. والمحضر التاني حضرتك بضرب، وكل ده هنثبته بتقرير طبي، والكل يقف قصاد النيابه، واللي له حق ياخده بالقانون. ممكن اعرف الاول حضرتك تبقي مين؟ كاميليا سعيد المحاميه، حاضر على المجني عليها سميحه شاهين في حادثه السياره. الحمد لله يا سميحه ان انا لحقتك قبل ما تتعرضي على النيابه، والراجل اللي كسرتي له عربيته وبوظتيها له كان ممكن جدا يتهمك انك سكران، وساعتها كانوا هيعملوا لك تحليل وهتتكشفي. ساكته ليه يا سميحه؟ ما انا ماليش وش ارد عليكي، ما انت خلاص كسر عيني. عينك ايه بس ووشك ايه دلوقتي؟
يا سميح احنا في مركب واحده، ولا انت فاكره اني هقول لفواز وهي دي حاجه تتقال اصلا؟ بقول لك ايه، ما تعمليش فيها بقى ان انت اللي خرجتيني، انا كده كده كنت هخرج بيكي او من غيرك، ما تعمليش فيها بقى الشريفه. لا يا سميحه ما كنتيش هتخرجي، وانا اول مره في حياتي ادور على ثغره في القانون واستخدمها عشان اخرجك. كباريهات، هي حصلت كباريهات، يخرب بيتك، عايزه يعمل فينا ايه اكتر من كده؟ عايزه يولع فينا وفي البيت؟ لا لا يا انهار، لا اوعي تقولي كده، انا ما كنتش في كباريهات يا اختي. امال انت كنت فين يا اختي طول الليل؟ في الخدمه. لا يا اختي ما كناش في الخدمه، احنا كنا في الديسكو، البنت سميحه خدتنا وزلت على دماغنا لحد ما ودتنا الديسكو او النعمه. ديسكو؟ تصدقي ان انا اللي هطلع روحي كده؟ بالله والنبي يا انهار، انا بطني مليانه يا اختي ومش حامله الهده اللي انت عماله تهديها فيا دي. طبعا يا اختي، ما انت لازم تبقي تعبانه من كتر المرقعه والرقصه طول الليل. بس يا انهار مش كده، بالتفاهم، بالتفاهم يا حبيبتي. تفاهم يا اختي، وسعي شويه بالتفاهم بتاعك. والنبي يا كمالي اوعي توسعي بالتفاهم بتاعك ده يا اختي، عشان انت لو وسعتي بالتفاهم الولايه دي هتموتني. شفتي؟ شفتي الواد يا بس بس يا انهار، خليكي ديسنت، خليكي مور ديسنت. ديسنت بالذمه دي شكل واحده ديسنت بصراحه؟ لا شفتي مش بعرف. معلش يا اختي والنبي ما اقصدكيش، انت بتبعدي عشان تيجي فيها يا واطيه. اتهدي انت كمان، هديتي حيلي. حرام عليكم انتوا الاثنين اللي هديتوا حيلي، اولعوا بقى سوا في البيت المحروده. اولعوا يا جزمه. لا يا نهار، اسمعيني بقى، مش هسمح لك ابدا تمدي ايدك على اي واحده فيهم مهما كان ليكي من سلطات في البيت ده ومهما كان حجم غلطتها. يا شيخه خليكي متحضره بقى، متحضرة. الله عليكي يا ست، الله عليكي، اشجيها يا اختي كمان وكمان. بقولك يا ست، انتي انتي تتحشي في المركش فيه ليه؟ ها؟ ولا انتي فاكرة نفسك العائلة الوحيدة وكبيرة العائلة واحنا كلنا ما بنفهمش حاجة؟ حلي علي يا ست انتي، حلي علي، ما لكيش دعوة بينا. ولا انتي فاكرة نفسك ايه؟ بتحبقي في المحكمة بتاعتك؟ خلاص يا اختي هي ماتت. اخص عليك يا ميح، بجد اخص عليك، دي كانت واقفه يا اختي بتدافع عني. الله، ايه اللي انت عملتيه ده؟ صحيح زودتيها شويتين، كانت بتدافع عن البيت كنت بضربها. وبعدين انت نسيتي هي عملت معاكي ايه في الاسم؟ دي خرجتك من مصيبه انت كنت راميه روحك فيها. والله العظيم لو ما خرجتي وبصي على راسها واعتذرت لها هقول للحاج فواز، وشوفي بقى هيعمل فيكي. روحي لها عشان خاطري. ما تزعليش مني، أنا عارفة إني مدب كده يعني وبرمي كلام زي الطوب، بس غصب عني أنا تعبانة قوي ومحدش حاسس بيا. عارفة جواها كده يعني حاجات ملخبطة كده على بعضها، مخوفاني قوي، مخوفاني الحاجات دي، وباين بعمل حاجات غريبة وبخبط شوية، أدخن وشوية أشرب وأسهر، بس والنعمة الشريفة ورحمة أمي، أنا جوايا مش عارفة أنا بعمل كده إزاي. تصدقي؟ بس الحق مش عليا. والله الحق على الراجل اللي سايبني لوحدي وبيعمل فيا كل ده. انتي عارفة ايه؟ أصعب حاجة على الست إنها ما تلاقيش الراجل اللي بتحبه جنبها. شفتي بقى؟
أنا حاسة بيكي يا سميحة، مش زعلانة منك. أنا عارفة إن كل كلمة بتضايق بتقوليها وكل فعل عنيف بتعمليه ستارة بتحاولي تخبي وراها الألم والوجع اللي جواكي. أنا مش زعلانة منك خالص. يعني إيه؟ صوفيا لبن؟ حبيبي قشطة. تحتي بوسة بقى. النار لو ما لقيتش حاجة تمسك فيها بتاكل في نفسها لغاية ما تطفي. وانتوا على الحال ده من أول ما جيت البيت ده، وانتوا كل واحدة فيكم ماسكة عود كبريت ومغرقة نفسها بنزين وبتهدد بيه التانية، والنتيجة إن أول المضرورين بتكون هي. أيوة يا أختي، يعني أنتِ عايزة توصلي لإيه بالظبط؟ عايزاكوا تبصوا في المراية هتلاقوا إن انتوا صورة واحدة من ثلاث نسخ، يبقى ليه فواز ما يدورش على الرابعة؟ عشان عينه فارغة يا أختي، عينه فارغة ومش حاسس بالنعمة اللي هو فيها. ما تستني يا سميحة نشوفها عايزة تقول إيه. اللي أنا عايزة أقوله إنه خلاص ما بقاش فيه وقت لأي خلافات شخصية أو أطماع خاصة. احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نرد كرامتنا اللي اتبعترت تحت رحمة شهوات واحد مش شايفينا غير مراية كبيرة شايف فيها نفسه وبس. انتي ايه يا اختي، انتي ناوية على ازية ولا ايه؟ ازية فواز انا لا يمكن اوافق عليه. يا نهار يا نهار، مفيش ازية ترد كرامة يا اختي. ونبي انتي طيبة ما تعرفيش فواز. فواز ما بيهموش حاجة ولا حد في الدنيا، ومهما حاولنا معاه برضك في الاخر بيعمل اللي في دماغه. هو راخر عنيد، ما بيهموش الهبهبة اللي بنعملها. يا اختي اسمعيها، دي بتقول كلام صح. يا حبيبتي كل اللي كنتوا بتعملوه قبل كده ان انتوا تحاولوا تطفشوا اللي جاي عليكم، مع انها واحده منكم ما تفرقش عنكم حاجه، ضحيه من ضحايا الصياد. وحتى لو نجحتوا طفشتوها هيدور على غيرها وهلم جر. وانتي بقى يا اختي عايزانا نعمل ايه؟ عايزاه يحس بقيمتنا ويعرف اننا مش غنم في زريبه يرمي لهم العلف عشان يسمنوا ويمتعوه. مش معقول. انا اول ما لقيت اسمه جه في الملف ما كتبتش خبر، قلت اجي ابلغك على طول، بس اوعى تقول اني جبت لك سيره. فواز الصياد؟ مستحيل. بلاغات كتيرة متقدمة ضده، واضح ان في ناس حاطاه في نفخ ومش هيسيبوه في حاله. يا حاج مرعب، يا حاج يا شحات الحال يا حاج، مصيبة مصيبة. سيبتي الله يخرب بيتك على صوب. في ايه؟ بتوع الضرايب يا حاج طبعوا على الشركة وخدوا كل الدفاتر وهردات الكمبيوتر. ضرايب؟ ضرايب؟ وعاوزين ايه بتوع الضرايب؟ معرفش يا حاج، شكلها اخباريه او حد عامل فينا عامله. دول عاملين زي المباحث، عاملين يفتشوا في كل حاجه. ما يفتشوا يا اخوي، يفتشوا زي ما يفتشوا، هو احنا مش في السليم يا ابني. الامر ما يسلمش يا حاج، دول بيدوروا على اي مصيبه. دول دخلوا مكتب الحاج فواز بالعافيه رغم ان احنا قايلين لهم انه مسافر. كمان وهم رافعين دلوقتي خلصوا على الشركه وبيلفوا على المحلات. محلات ليه؟ في ايه؟ لا الحكايه دي فيها ايه؟ انا لازم اكلم فواز. امتى حصل الكلام ده؟ يا نهار ابيض، انت بتصرف يا حاج لحد ما اجي، انا مش هتاخر. انا بقى عندي الخساره اللي هنا، ما هي المصايب ما بتيجي بتيجي دفعه واحده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بكره بعده بالكتير هكون عندك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم يا رب. خير؟ شوف ايه يا حاج؟ عظيم يا رب، مشاهد كده عماله تخر على نفوخي زي المطر يا مروان. ما عليك، ان شاء الله خير ان شاء الله خير. خير منين بس انت كمان؟ خير منين وانت بتقولي اللي دفعته هنا كله هيضيع كمان؟ يمكن محاولتنا اليوم تنجح يا حاج. انا علي السيد زميلكم. اهلا يا استاذ علي، يا ريت حضرتك تفهم الهانم شغلنا يبقى ايه. اتفضلوا شوفوا شغلكم وخدوا اللي انتوا عاوزينه. ياخدوا ايه؟ انا لازم افهم الاول. انا هفهمك على كل حاجه، بس بيهم ياخدوا كل حاجه دلوقتي اللي هم عاوزينها واتكلوا على الله. كويس انك يا علي يا ابني. وايه اللي بيحصل؟ هقول لك اللي بيحصل يا حاج منى. امال الحاج فواز فين؟ في لبنان، عنده شغل هناك. هو في ايه؟ يا ريت يا استاذنا ان شاء الله تبعت لنا المحاسب المصلحه عشان نظبط كل الاوراق دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه يا علي؟ ما تقول لي يا علي في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واضح يا حاج منعم ان في ناس مقدمين بلاغ في مجموعه الصياد بانهم بيتهربوا من الضرايب. ضرايب ايه دي اللي بنتهرب منها؟ احنا عمرنا ما نعمل حاجه زي دي يا علي يا ابني. الله، وفلوسهم تروح لهم اول باول وكله على يدك. انا عارف يا حاج، بس دي مجرد اجراءات. اجراءات دي ولا اخباريه يا علي؟ من حد طمعان فينا وغرضه في علاوه. تقصدي ايه يا حاج؟ قصدي انت فاهمه كويس ولا جاي ترد على التسانيوره بتاعتك؟ بس ده بقى بعيد عن شنبك يا علي، احنا شغلنا في السليم وانضف من ذمه ناس كتيره زيك. اللي بتقوليه ده انت تخرسي خالص.
كتر خيرك يا حياه. وافتكر ان لو كان ده قصدي ما كنتش سبت شغلي وجيت على ملا وشي عشان احذركم واقول لكم خدوا بالكم. خلاص يا علي يا ابني، سيبك من الهبل اللي بتقوله ده واقعد فهمني يا علي. جرى ايه يابا؟ انت لسه هتصدقه؟ ايه يا بنت في ايه؟ عاوزه ايه انت؟ قلت لك راسي خالص، اقول لك سيبي كل حاجه في المحل واطلعي على البيت يلا، ومش عاوز اشوف وشك كده تاني. امشي غوري. ايه الاخبار يا عم فكري؟ الناس اللي بره دي كلها عرفت ازاي ان انا جايه النهارده؟ ودي حاجه تستخبى يا ست الكل، ده الكل مستني وفرحان. طب ندى وصلت؟ طبعا بدات تتاخر. انا ما صدقتش نفسي لما عرفت انك جيتي. ازيك يا نونو؟ والله الدنيا كلها كانت مضلمه. يا بكاشه، يلا يا عم فكري اعمل لي قهوه ودخلي اول قضيه. الله اكبر الله اكبر. ياه، انا كنت قربت انسى فرحه الواحد بالعيال. أصل أم سميحة الله يرحمها ربطت بعد سميحة على طول، كانت تعبانة قوي وفضلت تعبانة لحد أما ربنا افتكرها. ربنا يديك طولة العمر يا حبيبي، يخليك لينا لحد ما تفرح بيه وتجوزه وتشوف ولاده كمان. يا ستي، العمر مهما طال أو قصر هيجي له معاد وانتهي فيه، ما بيفضلش من البني آدم غير السيرة الطيبة والابن الصالح اللي ممكن يدعيله. يبقى خليه يدعيلي يا نعمة. ها يا حبيبي، اطمن عليا، والله أنا كويسة جدا. هبقى أجي لك إن شاء الله، سلمني على نور. يلا بقى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. اتفضل. حضرتك أول مرة تشرفيني؟ طب حضرتك عايزة ترفعي قضية؟ لا أنا مش عايزة أرفع قضية. يعني جاية عشان استشارة قانونية؟ لا، استشارة إنسانية. هو إحنا تقابلنا قبل كده؟ هدى؟ يومك الاسود ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا انهار؟ في حد يعمل كده على الصبح يا انهار؟ صبحي ايه يا اختي؟ ده المغرب قرب جدا وابنك فوق عمال بيصرخ عايزك. يزيني ليه ده على الصبح يعني؟ ما خلاص اطفيتهم هو. يا برود اهلك يا اختي. وبعدين ايه حكايه النوم دي؟ مالك يا اختي صايقه فيها ليه؟ بت اوعي تكوني حامل، يخرب بيتك. منين؟ بلا 60 ميلة. لسه ما قربش منك كلام في سرك ولا حتى مسك ايدي. خلاص خلاص. عارفه اسمعك تقولي كده تاني على الحاج؟ والله العظيم هفقعك علقه، والحاج ده 100 100 وسبع وسبع السباع كمان. اسفه اني قطعت كلامكم. لا يا اختي مفيش حاجه، اتفضلي. في واحده مستنياكي تحت في الجنينه يا انهار. واحده مين؟ انزلي وانتي تعرفي، وانا هجيب سميحة وهحصلك. اصلي عايزة اتكلم معاها شوية. وانتي يا اختي شهلي شوية، شهلي. بقولك ايه، اسكيوز مي، يعني في السؤال، مين اللي مستنيها تحت؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا بنت، وحشتيني. ايه زرنا النبي. ازيك يا انهار، وحشتيني انت كمان قوي. وانت كمان اقعدي. ايه يا بت، ايه الشجاعه دي؟ عملتيها ازاي؟ هي ايه يا اختي اللي عملتها يا بت؟ انا مش من زمان بتحايل عليك عشان تيجي تقعدي معانا شويه تشوفي البنات، وانت عامله لي فيها الجبانه ومش عايزه تقربي. ايه اللي حصل؟ هفهمك على كل حاجه يا انهار، بس اشوف بناتي الاول. مش هي اللي عايزه تتطلق؟ تقومي تاخدها من ورايا وتساويها. حقك وحقي. كسر حقك. حقك يا بنت. ليكي حق فيها عندنا. حقك فيها ولا في عيالي ولا فيه بالظبط. انت مالكيش حق في اي حاجه خالص. ما هي كده يا سي علي. بتضربني عشان واحده نمتك وانا زعلت فيك. اخرسي. مش عاوز اسمع صوتك خالص. لا. انا مش هسكت. انا لازم اتكلم. انا ما عملتش حاجه غلط. انا رحت لها عشان اقول لها ان انا بقيت زي زيها واحسن كمان. ولو عايزه تتطلق تدفع.
انت مالك؟ لا مالي ونص كمان، مش كفايه ان انا نزلت ورحت لها عشان الم كرامتك اللي انت عطلت بالست هانم؟ انت زي اللعبه الرايح لاخوها. راسي خالص، انا مش عاوز اسمع صوتك ده تاني خالص. ها؟ كده يا سعاد عايز تضربني تاني؟ هضربه تاني وتالت وهضرب نفسي مليون صرمه اليوم اللي شفتك فيه. ها؟ منك لله يا شيخه، خدتيني من مراتي وبيتي وعيالي، انت واحده ما يملاش هنا غير التراب. بتقول لي يا سي علي؟ يا سي علي بتقول ايه؟ اللي انت سمعتيه ولا هتسمعيه ولا لسه هتسمعيه مني اكتر. ابوس ايدك يا سي علي، عمري سنين ما تسيبنيش، انا ماليش في الدنيا دي غيرك. هي بتاع زمان ابو رياله خلاص مسح رياله. انا بحبك وانا ما بكرهش في حياتي قد عيني اللي شافتك والايام السوداء اللي قضيتها في سجنك دي. ابوس رجلك يا سي علي، رجلك ما تسيبنيش. انت طالب، طالب، طالب. أنا عشت طول عمري بحلم بحضور، صوتي اتنبح في مؤتمرات ومظاهرات وندوات كتير، كنت فاكرة إن أنا فاهمة كل حاجة وإن أنا عارفة الست كويس قوي وحالفة إني أجيب حقها لحد ما جيت هنا. وإيه اللي حصل بقى لما جيتي هنا؟ لقيت نفسي متلخبطة، مش عارفة أكرهكم ولا أحبكم، أخاف منكم ولا أخاف عليكم، مش عارفة أنا صح ولا غلط. كل اللي لقيت نفسي بعمله إني بدوب وسيكم وبدخل جوه مشاكلكم. وإحنا يا أختي صدقناكي، والله صدقناكي، والدليل على كده قعدتنا معاكي. وأنا جيت لك يا كمالي عشان تبقي لساني اللي مش عارف ينطق وصوتي اللي خايف يطلع. لعلمك بقى مش انت اللي عايزه تستقوي بينا، احنا اللي عايزين نستقوى بيكي، وعشان كده احنا بنسمعك دلوقتي. كتر الف خيرك يا اختي، انت فتحتي عينينا على حاجات ما كناش شايفينها. احنا عايزين نصلح اللي بايظ جوه فواز، نشيل الغشاوه من على عينيه عشان يشوف صح ويعرف قيمه الست اللي خلقها ربنا. ازيك يا عمرو؟ ايه الطله الحلوه دي؟ ازيك يا بنتي؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا استريحوا. اهلا وسهلا. دي بقى دينا يا عمي، اكتر واحده وقفت معايا في المشروع بتاعي. بسم الله ما شاء الله، سيماهم على وجوههم، بسم الله ما شاء الله. هات حاجه ساقعه بسرعه يا رضا. من عينيا الاثنين يا حاج. لا يا عم معلش، بس انا مستعجل، انا كنت جاي اقول لك كلمتين في السريع. تعالى. عاوز فلوس؟ خيرك سابق يا عمي. أنا بصراحة كده يعني كنت جاي أرجع لك فلوسك. فلوسي؟ أيوة يا عمي، فلوس التأمين وأول إيجار دفعته. ليه كده يا عمرو يا ابني؟ ليه زعلني منك؟ ما فيهاش زعل ولا حاجة، أنا لما خدت منك الفلوس كان في دماغي اللي أنا هرجعهم لك أول ما ربنا يكرمني. يا ابني أنت بتقول إيه؟ ما يصحش كده. أرجوك يا عمي عشان خاطري، عشان لما عاوز أطلب منك حاجة بعد كده أعرف أطلبها. يا حبيبي المال مالك؟ أنت شاور بس خد اللي أنت عايزه. أنا خدت اللي أنا عايزه يا عمي. لما ربنا كرمني قلت ارجع لك الفلوس وعليهم الف بوسه كمان. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا يا ولي عمرو مش قلت لك ان انت الوحيد في اخواتك اللي فيها الصياد؟ ولا انت ايه رايك يا اموره؟ والله يا عمو هو دايما بيقول ان هو بيتعلم منكم حاجات كتير قوي. اه بس بقى الحاجه الوحيده اللي ما اتعلمهاش ان مفيش يا عمرو حاجه اسمها دين بين الاهل.
يعني اللي عنده عندي، اللي ملكي ملكه. هي دي الاصول يا عمرو يا ابني، فهمت؟ خلي فلوسك معاك عشان انت تستاهل كل خير يا حبيبي. الحمد لله. ايه الحكايه يا فواز؟ ده تاني مسكن تاخده يا ابني. على فكره المسكنات دي غلط، بترفع الضغط وتتعب المعده. دماغي فيها ورشه يا صفوت، صداع رهيب. وده من ايه ده كله؟ أول مرة أحس إني متكتف يا صفوت، مش فاهم أي حاجة. ما أنت واخد على المشاكل طول عمرك يا فوز، بس أنت قدها وقدود. حتى البيت يا أخي، حتى البيت، أول مرة أرجع من السفر وماليش ولا واحدة فيهم مستنياني، مع إنهم عارفين ميعاد رجوعي. دخلت البيت كأنه تربة، ساكت ومظلم في عز الدور. ما هو بصراحة فواز اللي واخد واحدة مطلعة عيني، وأنت ما شاء الله عليك. يا سيدي عارف عارف. الحمد لله. المهم جبت لي ملف الضرايب بتاع المدرسه؟ اه طبعا انا جاهز اهو. بس على فكره احنا ضرايبنا تمام وورقنا سليم 100%. يا عم يا ضرايب المحلات والشركه والمصنع برضو سليم 100%. انا مش فاهم المصايب دي جايه لي منين. خير ان شاء الله. انت كل الحكايه انك محتاج خبير ضرايب كويس وشاطر بس. ابعت يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كانك سمعنا يا علي. تحت امرك يا حاج. ضربه لبنان وبعدها ضربه الضرايب هتخليه مضروب على دماغه، بس الضرب الجاي حوا. ياه انت لسه بتفكر في الحكايه دي؟ شرشين وفهم. المراه حوا هي الضرب القاضي، واللي فات كله كان طار الشغل، بس اللي جاي هخلي ايامه سودة مثل الفحم، لانه طار بنتي معايا والبنات اللي ظلمهم، وساعتها هخليه يعمل اسنانه بالفرشاية ابو العباية. حكاية ببساطة يا حاج، انك وثقت في ناس مش اهل للثقة، لعبوا في ورق الضرائب من وراك وكل ده تم الحساب. الكلام ده علي اللي انت سمعته يا حاج، وانا شخصيا فتشت في الاوراق كلها وجبت لك الدفاتر اهي عشان تبقى تحت ايدك، ومستعد اقول لك على كل رقم في الدفاتر دي رقم رقم. وزكي كان معايا خطوه بخطوه. حصل الكلام ده يا زكي؟ والله ما عارف اقول لك يا حاج، احنا بصراحه غلطنا ان احنا ما كناش بندور وراه، بس احنا بقى تلاقينا في سفريات لبنان ومشاريع المولات. ده غير ال غير ايه؟ ما تتكلم يا زكي. ملوش لازمه الكلام دلوقتي يا حاج. المهم دلوقتي نفكر نخرج من الازمه دي ازاي، وانا اوعدك ان شاء الله حاج ان انا هبذل كل جهدي عشان نخرج من الازمه دي. زكي، كل المحاسبين والموظفين المسؤولين عن الحكايه دي يتحولوا للشؤون القانونيه، واي نفر فيهم تثبت عليه ده انا يروح النيابه حتى لو كنت انا شخصيا. فاهم ولا لا؟ حاضر يا حاج. فورا يا حاج. انا هيحصل ده في شركتي ازاي يا حاج؟ والله العظيم يا رب. وجبت شويه حلويات من عيد ميلاد ابنك. ما تخلص انت كمان ساعة عشان تقعد الشاي. يلا من هنا. انت يا ضمال يا حاج وتصلي على النبي كده. يا ساتر والسلام. انا ما ببخلش على حد بحاجة يا علي. أي حد عايز حاجة بياخدها. ولا هي السيرة إيه؟ بقت داف في الدم بين البشر. معلش يا حاج، أنت ممكن تكون سهيت كده ولا كده في المشاريع بتاعتك. ما أنا طول عمري بعمل مشاريع جديدة. إيه اللي جد؟ مش عارف، بس المهم نهدى بس شوية يا حاج. الحق لازم يرجع لأصحابه. مهما كانت التكاليف ومهما كانت الخساير. مش انا اللي هقبل قرش حرام في الاخر في بيتي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الحاج على اخره. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يبقى روحنا في 60 داهيه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هنعمل ايه يا كاميليا؟ انا مش فاهمه انتوا خايفين كده ليه؟ يا اختي انت ما تعرفيش عمل ايه؟ ده زعق في زينب ودخل خلوته وقفل على نفسه. دخل خلوته؟ يبقى قلب على الكل يا خايبه. شفتي يا كاميليا، انا قلت لك ده ما بيجيش بالعند ولا بيجي بالطريقه دي اصلا. وانا واثقه بقى ان مفيش راجل يقدر على واحده ست، خصوصا بقى لو حطيته في دماغها. طب يا اختي احنا كان في ايدنا ايه نعمله يا اختي وما عملناهوش؟ في ايديكوا كتير قوي طبعا. انا واثقه ومتاكده ان كل واحده فيكوا جواها حاجه فواز محتاجها، بدل ما تبقى مجرد متعه بترضيه خلوها تبقى سؤال يحيره. شغلوا دماغكوا بقى. بس انا مش هيهون عليا اسيبه في حاله زي دي، ما اقدرش. صح يا انهار عندك حق، خصوصا كمان ان انا عرفت ان هو عنده مشاكل كتير قوي في الشغل، ربنا يعينه على حلها. ما احنا ياما يا حبيبتي وقفنا جنبه لما كان عنده مشاكل،
خلونا مرة نجرب نبعد عنه ونشوف ايه اللي هيحصل. يا بنتي الراجل بتاعه ما بيزهقش الا الحاجة اللي ضامنها، ونفسه ما تروحش الا للحاجة اللي ايده مش طايلاها، عشان كده احنا لازم نقلق فواز عشان يحس بينا. ايوه بس البعد بيولد الجفا، واحنا بعدنا عنه ليه؟ لا دخل خلوته وزعل مننا، امال لو زودنا عن كده هيعمل فينا ايه؟ يا اختي ما هو بعيد عننا بقاله كتير، ما فكرش فينا ليه بقى؟ يا سميحة يا سميحة، لو الحاج حس ان احنا كلنا بعيد عنه في نفس الوقت هيحس ان احنا متفقين عليه او عاملين عليكم بينا. يا نهار اسود، دي تبقى مصيبة وضاقت على دماغنا. ليه يا حبيبتي؟ ساعتها هيرمينا هنا بلا كده ويرمينا في الشارع رمية الكلابة. ده بقى مش هيحصل الا في حالة واحدة بس. امال هي ايه؟ لو ما نفستوش اللي في دماغي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. هي الدنيا جرى فيها يا ربي، الناس بقت عاملة كده ليه؟ القلوب اسودت والعيون بقت ازاز بيطل منه شر النفوس. يا سبحانك يا رب، يا سبحانك يا رب، يا رب انت العالم بعبادك، استرها معانا يا كريم، استرها معانا يا رب. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. مساء الفل يا سيد الكل. غريبة. ما غريب إلا الشيطان يا عيون قلبي. وفي كل خير يا حاج، وحشتنا. تنهار ولسه فاكر اني وحشتكوا؟ وقفت نسي برضه يا حبيبي. لا اله الا الله. اصلح لي يا حبيبي، الاناك زعلان ومتضايق ومكتئب، قلنا ما ننزل كده كلنا نهيا. اصلك فاكر؟ او النعم الشريف. ميسيو بيبي. بيبي الليلة دي يا حبيبي مفيش غير كل دلع وحب وسعادة واخر مزاج بجد. يا ولاد الليل انتوا طلعتوا حاسين بيا فعلا، يا ما انت كريم يا رب. روحي، هو احنا مش هنلعب اللعبة بتاعتنا يا روحي؟ لعبة ايه؟ لعبة الدور يا حجوشي. طب مش تفهموها للعروسة الاول؟ عارفاها بس عايز اعمل فيها تعديل بسيط قد كده اهو. يا سلام، عدلي براحتك، عدلي زي ما انت عايزه. ها تعديل ايه بقى؟ المره دي احنا اللي هنسالك، واللي مش هتعرف ترد على سؤالها هي اللي الليله ليلتها. انا اتسال ازاي يعني؟ مستحيل طبعا. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه؟ انهار، ما احنا كلنا يا اخويا هنتسأل يوم القيامة. ما تخافش يا بيبي، اللعبة هتعجبك قوي. يلا والنبي بقى يا بيبي، ما يلا بقى رايحين نلعب. الله، اخلصوا تنيروا العبوا. يلا استنى استنى، هو دلوقتي اللي هتسأل سؤال وانا ما اعرفش اجاوب عليه هتبقى دي ليلتها هي؟ ايوه. تنيروا اسألوا. هاتي الجرس يا كوكو. السؤال الأول، كم عدد حلقات المسلسل العربي الناجح ليالي الحلمية؟ مش عارفة. مبروك عليك يا دلال. مكتوبة لك. على البركة، يلا بينا، تصبحوا على خير. السؤال الثاني، أنا عايزة وزير البيئة
بتاع سنغافورة. عايزة تعملي بيه يا نار؟ عايزة اسمه فواز. مش عارفة. مبروك عليك يا أنهار يا حبيبتي. السؤال التالت تحبوشة؟ تالت ايه؟ تالت ازاي؟ مش واخدة بالك؟ ايه ده؟ مش حقنا ولا ايه؟ ده شرع ربنا وكله بما يرضي الله. بسم الله ما شاء الله. وفين سواقك بقى بالمرة؟ خليك معايا هنا يا بيبي وقول لي تعرف؟ تعرف يا اخويا كم عدد مشجعي نادي الزمالك في الوطن العربي؟ تعرف؟ ده اسود قوي البنت. مبروك عليك يا سميح. هاتي يا حبيبتي، خدي عينيا. السؤال الرابع. هو لسه في رابع؟ كيل لو نو دو شاكون دو كاتر ايبوز دو حاج فواز؟ هو كده سؤال؟ مبروك عليكم. في لجنة من المنطقة التعليمية طبت على المدرسة فجأة وقلبوا الدنيا، عملوا تحقيق وتفتيش. ليه؟ ضرايب برضو؟ ضرايب ايه يا فواز؟ بقولك لجنة من المنطقة التعليمية. عايزين ايه يعني؟ جات لهم شكاوى يا سيدي ضد الإدارة والمدرسة والمدرسين، بيقولوا فيها ان في بعض المدرسين عندنا في المدرسة بيجبروا الطلب على دروس خصوصية وبأرقام كبيرة كمان. دروس خصوصية عندنا في المدرسة والعيال في السن ده؟ ليه؟ وازاي؟ لا طبعا اكيد في حاجة غلط، والشكاوي دي اكيد كيدية. للأسف يا فواز اتضح من التحقيق ان الشكاوي دي مش كيدية، وان الكلام ده بيحصل فعلا. في بعض المدرسين عندنا بيعملوا كده، والمصيبة الأكبر بقى ان في ناس من الإدارة عارفين الكلام ده وبيساعدوهم وبيقسموا معاهم كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش فاهم حاجة. الناس دي مش تحت ايدك يا صفوت، عملوا كده ازاي؟ ايوه يا فواز، هما صحيح تحت ايدي بس ما هماش اختياري، انت اللي اخترتهم يا فواز. وانا قلت لك من الاول لازم الاختيار يبقى على اساس الكفاءه. الكفاءه بس انت بقى كانت ليك رغبه تانية. رغبه ايه؟ رغبه ايه وزفت ايه يا صفوت؟ بس رغبه ايه؟ استاذ صفوت معاه حق، وانا قلت لك كده قبل كده، ما رضيتش تسمع. ايه اللي جابك كده؟ انا شفتك قلقان قلت اجي اطمن عليك. انا ما احبش حد يتدخل في شغلي. انا مش حد يا فواز، انا مراتك ومن حقي ان انا. الكلمتين دول تروح تتحكي بيهم على الزباين بتوعك هناك في الجمعيه مش هنا. البيت ده ليه اصول وما ينفعش اي مخلوق يخرج عنها. اتفضل يخش جوه. ليه كده بس يا فواز؟ المدام ما تقصدش يا اخي. ولا كلمه زياده يا صفوت، بدل ما تقعد تقطمني هنا بكلمتين روح شوف حل في المصيبة دي. حاضر يا فواز عن إذنك. ممكن أعرف أنت إزاي بتعملي كده؟ مين اللي قالك تخرجي بره وأنا قاعد بالشكل ده؟ أنت ناسية متجوزة مين؟ الظهر إن أنت اللي نسيت أنا مين؟ أنا مش أمينة يا سي السيد، ومش هقبل أبداً إنك تهني قدام الناس ولا حتى بيني وبينك. كاميليا، مش علشان ما قلتلكيش البسي طرحة فده معناه إنك تخرجي قدام أي حد بالمنظر ده. ايوه كده اظهر وبين على حقيقتك وبين اللي مخبيه ورا الصوره الحلوه اللي ضحكت بيها عليا. صوره ايه وبين ايه؟ انا بتكلم في اصول. الاصول عمرها ما كانت بالكذب والغصب، دي شروط انت بتبليها عليا وده انا عمري ما هقبله.
تقبلي ايه وما تقبليش ايه؟ اخبطي دماغك في الحيط. كلام انا هو اللي هيمشي يا خمينة. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ انت بتلمي هدومك وهتسيبي البيت؟ ما ينفعش اقعد بعد اللي قاله. لا اكسكيوز مي، يعني ايه بقى؟ انت هتمشي كده بعد كل اللي اتفقنا عليه؟ ظهر اني كنت غلطانه. غلطانه انك وافقتي تتجوزي راجل على ذمته كل الستات دي؟ ولا غلطانه انك خليتينا بني ادمين؟ خليتينا نحس ان احنا مش عرايس بنزين بيت الحاج وخلاص. كلنا غلطنا في حق نفسنا لما قبلنا ورضينا بالوضع ده. وانت عايزه بعد ما صحيتي فينا اللي قرب يموت تسيبينا وتمشي؟ يا اختي انت صنفرتي عقولنا وشلتي الغمامه اللي على عينينا. يعني انتوا هتكملوا معايا؟ مفيش قدامنا حاجه غير اننا نكمل. شوفيني متضايق وما تهونيش عليا. انت حتى ما سالتنيش مالك من ساعه ما رجعت من السفر. ما انا ياما ما سالت. خدت ايه؟ انا مش ناقص، انا مليان مشاكل. عشان واحده وقفت قصادك وحكيت لك وقالت لك على اللي حاسين بيه جوانا من غير خوف، بقيت خلاص مش ناقص. يا نهار، ايه اللهجه اللي بتكلمي بيها دي انت كمان؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا ناسيه نفسي من يوم ما اتجوزتك، لاغيه نفسي خالص. ده انا عشت عشانك وليك، ده انا لقيت صحابي العشرة شب، قبلت اللي مفيش واحدة ممكن تقبله على روحها، اتحملت فوق طاقة كل البشر، بقيت لك أم. لما تزهق ولا تقرف من واحدة تيجي وتترمي في حضنها وهي تفضل طول الليل تطبطب، مش كده؟ ودلوقتي مستهتر عليا أغترب نفسي شوية والم اللي فاضل منها. أنهار، أنهار، أنا سميحة يا حاج. لا انا انهار ولا كاميليا. انت بتعملي ايه هنا؟ دي اوضه كاميليا، انتوا عايزين تجننوني؟ سلامتك من الجنان يا قلبي، اوعى تفول على روحك. لعبه جديده، لعبه جديده من العاب كاميليا. وليه ما تقولش ان احنا كترنا لدرجه يا اخويا ان انت ما بقتش عارف تفرق ما بين اوضنا؟ زي ما انت برضك كده ما بقتش عارف تفرق ما بين اسامينا ووشوشنا. انت كمان بقيتي فيلسوف يا سميحه اللي عمرك ما قريتي جورنال. جايبه الكلام ده منين يا سميحه؟ من جوايا يا حاج. صحيح يا اخويا انا عالمي على قدي ودماغي لاسعه حبتين ويمكن برضك اكون غبيه، بس عندي قلب. قلب بيدق وبيحس وعندي مشاعر بتتجرح، وانت اسم الله عليك يا اخوي ما قصرتش يا فواز، دوست عليها برجلك فحصتها. لا اله الا الله. بس ملحوقة ملحوقة يا حاج،
اصل بردك محدش بيتعلم ببلاش. عشت عمري كله اتعلم عشان في اللحظه دي اعرف اقول لك الكلمتين دول. سريعه بتدور على مين يا حاج؟ انتوا بدلتوا في الاوض عشان تجننوني. وهي تفرق اوضه مين عن مين عن مين عن مين؟ ما في الاخر كل القوى دي صاحبها راجل واحد بس مهما اختلفت الاسماء. انتوا حكايتكم النهارده؟ النهارده زي امبارح زي بكره زي كل يوم. واحده فينا بتبات متهنيه ومتدفيه في حضن جوزها، والثلاثه التانيين بيبقوا بيخبطوا راسهم في الحيط علشان يتعبوا ويناموا وما يفكروش هو جوزهم هيختار مين فيهم بكره عشان يبات في حضنها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو في ايه؟ اقول لك انا في ايه؟ في واحده قلبها وجعها ومليان حيره ووحده وحسره، وواحده تانيه يا عيني عليها بتخاف تغمض عينيها لتصحى تلاقي واحده تانيه في وشها جايه تاخد حته من جوزها، وواحده تالته قلبها عذبه والكل طفح منه، وواحدة رابعة روحها طلعت ولا واحد مش حاسس بأي حاجة، واحدة تانية اتجوزت ما عملتش حاجة غلط بس في نظر جوزها غلطتها الوحيدة إنها حملت، مع إن دي أبسط حقوق. انت كمان مش دي الاوضه اللي بتحط فيها كل واحده ربع من اللي بتغيرهم زي ما بتغير هدومك كل ما بتزهق منها، واللي بتدي لهم الحبايه فيها عشان تريح ضميرك؟ ما هو لازم طبعا يريح ضميره، اصل الحاجه ما بيطلقش واحده مخلفه. يمكن هدى ما كانتش مخلفه واحنا مش عارفين، ولا يمكن عشان خلفتها بنات والبنات ما بيتحسبوش. وبعدين آخرة اللعبة دي ايه؟ لعبتك انت اتقلبت عليك وعرايسك خلاص فكوا الحبل ورجعوا زي ما ربنا خلقهم، يعني بني آدمين. والله بدل ما تنصبوا لي المحكمة دي وكل واحدة فيكم تعمل لي فيها قاضي، روحوا راجعوا نفسكم، حققوا مع نفسكم. أنا عمري ما قصرت مع واحدة عاشت معايا، وعمري ما غصبت حد على العيش معايا. كلمة بما يرضي الله دي مش شعار، لا ده مبدأ ومشيتي مع الكل. وما أظنش يعني إن في واحدة فيكم شافت الدلع زي اللي شافته هنا معايا في البيت ده، ولا واحدة اتستتت زي ما اتستتت هنا معايا في البيت ده، ومفيش واحدة اتهانت فوق أنوثتها زي ما اتهانت في البيت ده. اتهانت فوق أنوثتها؟ اتهانت فوق نوزتها هنا؟ اتهانت فوق نوزتكم هنا؟ يا ست عايزه ايه اكتر من اللي انا بعمله؟ اكتر من اللي انا بدلعه وبعمله هنا في البيت؟ رعايه وستر واهتمام ودلع. ما تنطقوا ولا خلاص خلصتوا بقت هي لسانكم. ما تفتكرش انك بالطريقه دي هتغير لهم موقفهم. لو ده موقفهم احب اسمعه منهم. وهم ما بقوش خايفين منك. ما تنطقوا. سمعوني. انا ظالم؟ ماشي. ماشي. ظلم بظلم.
ما تخافوش هيرجع. اللي عمله ده معناه انه خلاص جاب اخره وما حلتوش غير الكلمه دي يرميها في وشكم بعد ما حس ان انتوا خلاص فقتوا من الوهم اللي كان معايشكوا فيه. ده سلاحه الوحيد، فكر انه بكده بيطردكم من جنته، وانتوا لازم تثبتوا له العكس. لازم تثبتوا له ان الجنه دي بيك ومش بيه، وان العدل اقوى من ضعفكم واقوى من قوته. ساكتين ليه؟ اتكلموا ردوا عليا، عايزه اسمع صوتكم. كنا خايفين لواحده فينا تحصل هدى، ادينا كلنا بقينا معاها. الحلم اللي عايشتينا فيه بقى كابوس كابوس. انا اللي مش قادره اصدق، بس هي لسانه طوعه وينطقها. هو احنا يا اختي رخص عنده قوي كده وملناش اي هديه؟ البني ادم عشان يبقى غالي لازم يدفع الثمن، وانتوا عشتوا طول عمركم خايفين من اللحظه دي، وديها حصلت على اهون سبب، يبقى لازم تفوقوا بقى. احنا قاسينا عليه بزياده يا اختي، وهو مش مستحمل. هو ما كانش مستحمل. فواز مش وحش، تلاقيه هو بس اللي ناسي شويه. هو عمره قاسي على واحده فينا؟ بس كان لازم يعرف قيمتكم، كان لازم يعرف قيمتكم كويس قوي عشان لما يرجع يلغي الاوضه الرابعه دي ويقفل عليكم الباب ده وما يدخلش عليكم واحده جديده. وانا متاكده انه هيرجع، صدقوني هيرجع. مش حمل غلاستك ولا سخافتك، كفايه ان انا قاعد في العك ده. خد لك نفس من هنا وانت تطير. انا همشي. لا لا لا، تمشي ايه؟ ايه ده كده شويه؟ ما بقاش خلقك كنس. بقول لك ايه؟ انا جاهز وزي الفل ومستعد اسمع حكاويك كلها. ولا اقول لك الهواله بتقلب المواجع. انسى الدنيا فواز بحكاويها البايخة وحواديدها التركي. أنا مخنوق يا فريد، مخنوق، لا عايز أتكلم مع حد ولا حد يتكلم معايا. افتح الشباك يا فواز وطل منه، وخد لك نفس وأنت تبقى في الحلاوة. بس أنت بصراحة ما تفهمش في الحريم. أنا بس اللي أفهم في الحريم، لا يفل الحديد إلا الحديد. كتير بدي اياكم تتابعوه خطوه بخطوه ولحظه بلحظه، وما بدي اياه يغيب عن عيونكم، وبدي اعرف كل شرده وورده. باي باي. والله وقعت يا ابن الصياد وما حدا سمع عليك.
لك يوم وطوب العمر كله يا حاج فواز. ارقص ارقص. انت هنا انت شطار شطار. انا لا شطار ولا ملاك، انا بني ادم ضربوه في الخلاط وفي الاخر زبادي خلاط. حتى المشروب بتاعه ريزل زيه. حلو يا فواز. بقول لك ايه؟ ايه؟ تتجوزيني؟ لا ماليش في العرفي يا عينيا. عرفي؟ حد جاب سيرة العرفي؟ العرفي ده كان زمان، ايام وراحت عليها. ياه، انا بتكلم بالجديد منه، الشرعي منه، على سنة الله ورسوله. اوريكي. الو يا زكي، انت بتقول ايه يا زكي؟ فواز عمل كده وخلاني اخد له المأذون لحد هناك وكتب عليها فعلا؟ وقال لي اقول لكم محدش يروح العوامة اليومين دول علشان هو دخل عليها هناك. رقصة رقصة يا فواز. عادي يعني، ما جراش حاجة لكل ده، بتحصل في احسن العائلات. مش عارف اللي حصل ده، انا اول مرة تحصل لي. كل الرجالة بتقول كده لما بيتحطوا في الموقف ده. تحترمي نفسك يا بنت انتي، في ايه؟ انت مش واعي لنفسك، مش عارفة انا مين؟ كل ما هنالك انت في فكر في بالي جامد قوي، اكيد شتتني او اتلخبطت في العلب. هما برضو كلهم بيقولوا نفس الكلام لما بيتحطوا في الموقف ده. لمي نفسك يا بنت احسن لك. بقول لك ايه، انت شكلك كده تعبان ومفرهد وعرقان، ريح جسمك شويه وخليك في حالك وسيبني انا في حالي بالنيله اللي انا فيها. بركاتك ابو سميحه، بركاتك. مين ابو سميحه ده؟ زميل في الكفاح. خد بالك على نفسك لا تستهوى. اللي جوع الظرف حيخليكم تاكلوا السوق اكل، وانا اللي حاعمله بهالظرف حيخلي فواز الصياد في خبر كامل. خلينا يا صاحبي بالاول نتفق، انا اعرف مكسبي وانت تعرف مكسبه، وبعدين كل واحد منا في طريقه مثل ما انت قلت. شوقتني يا سليم، الظرف ده فيه ايه وهنعمل بيه ايه؟ انت بتقول ايه؟ فواز ابني انا عمل كده؟ انا ما صدقتش زكي لما جه وقال لي يا حاج، بقيت واقف مذهول، ما بقيتش عارف اعمل ايه. حاولت اتصل بفواز، كل موبايلاته مقفوله، قلت اجيلك عشان نلحق نتصرف. يبقى عملها وطلق واحده فيهم. مش ده المهم دلوقتي يا حاج، المهم دلوقتي اننا لازم نلحق فواز، لازم نتصرف. وهم فين دلوقتي؟ استني يا دلال. يعني انت شايفه ان هو ده الحل؟ فضلتي طول الليل تفكري وتحسبيها، لقيتي نفسك الصبح واخده شنطتك وسايبه البيت؟ مش احسن لما يجي هو ويطردني منه؟ مش من حقه انه يعمل كده، وانت مش من حقك تفرطي في حق ابنك. التفريط في الحق ده عامل زي التريكو، لما بتشدي حته منه بيكر كله. بقول لك ايه، انت لو مشيتي دلوقتي هتضيعي حق ابنك. يا ستي انت ايدك في الميه البارده، ما انتش حاسه باي حاجه. مولودة في بقك معلقة ذهب، أهلك ما شاء الله ناس أغنية، وعندك شغلانة بتدخلك فلوس كتيرة، لا عمرك اتحشرتي في أوتوبيس ولا حتى في ميكروباص، ولا عمرك حسيتي إن كل حتة فيكي بتتعرى وسط زحمة ما بتفرقش بين راجل وست. أنا ما بفهمش الكلام الكبير اللي أنت عمالة تقوليه ده، ولا أفكارك المجعلصة دي. أنا كل اللي أقدر أعمله دلوقتي ان انا اروح ادور لي على شغلانه، شغلانه يطلع لي منها قرشين اصرف بيهم على امي واخواتي وابني اللي لسه عيني ما شافتهوش. بلا كلام كتير، سلام. استني يا دلال اسمعيني بس. زفت تبعين له بتاعك. ايه ده، وريني كده. استني.
طيب ايه فريد التخبيط ده؟ انا مش قلت ابويا ايه؟ شفت عفريت قدامك ولا ايه؟ اتفضل يا ابويا. بواسي مين اللي جاي يا حبيبي؟ بواسي مين دي يا فوازيتها؟ هتكون مين يعني يابا؟ مراتي طبعا على صلاة الله الرسول. أني سنة يا أني سنة. انت مش على ذمتك أربعة غيرها ولا أنا بخرف؟ عملتها إزاي المرة دي؟ ما الحاج دخل عليا بالحامي كده ليه؟ لما أسألك ترد. طلقتهم الأربعة. طلقتهم. طلقتهم. انت ايه؟ الجواز والطلاق عندك ايه؟ لعبة بتشبط فيها ولما تزهق منها ترميها؟ ولا كنتش فاكر الدنيا دي عزبة ابوك ماشي تبرطع فيها زي ما انت عاوز وتدوس على الخلق من غير ما يهمك حد؟ طب فهمني يا حاج. حاج؟ تخليت فيها حاج ولا شيخ؟ خلاص فتحت صدرك للشيطان على البحري وسبته يمرمد فيك وفينا. ده انا عشت عمري كله اسد كل الممالي اللي بيخش منها عشان ما يطلعش. الظاهر انا قبل ما ربي فيك الخير زرعت فيك الشر. طبعا زرعت فيك الشر بدلع ماسخ وطبطبه غبيه وسكوت على بلاوي لغايه ما وصلنا الجوازه زي دي. بس اسمعني يا حاج. اسمعني انت. اسمعني وافهم اللي هقوله لك ده كويس قوي. ده صحيح يا ابني صاحبه الشركه والمحلات والمصانع والفلوس ويمكن اكون انا في الاخر واحد من اللي شغالين عندك. ايه حاجه كلام اللي بتقوله ده؟ بس كل ده ما يلغيش ابدا ابوك. فاهم؟ انا ابوك وكلمتي لما تطلع لازم تسمع. ايه دي زي ما طبطبت عليك في غلط كتير جه الدور بقى علشان تفوقك وتفوقني من الغفله اللي كنت اقول فيها. ظلمناها يا انهار؟ عرفتوا دلوقتي احنا بالنسبه له ايه؟ احنا بالنسبه له زي اللي في الصوره دي بالظبط. مجرد ليله يتمتع فيها حتى لو كلفته جوازه. ودي باعنا كلنا في ثانيه عشان يعيش لنفسه. مش ممكن فوازي يكون اتجوزتي. مش ممكن. اكيد الفأزور اللي في الصور دي تمثيليه. تمثيليه بيضحك بيها علينا عشان يغيظنا ويستفزنا. انا مش مصدقاكم. انتوا لسه لغايه دلوقتي بتدوروا له على مخرج؟ لا ده اكيد ملعوب. حد من كام منه وبيكرهه. طب العمل ايه دلوقتي؟ عمل ايه؟ ما خلاص يا اختي ما بقاش فيها عمل. كلها كام يوم ويدخل علينا بيها ويطردنا كلنا بره البيت. ما عادش ليا حق في البيت ده خلاص. لا ليكي ولينا كلنا. ازاي؟ ازاي يا اختي واحنا مش على ذمته؟ ومين قال اننا مش على ذمته؟ يعني ايه؟ ما هو قالهالنا كلنا في وشنا. قالها في وشنا احنا وبس. مفيش حد غيرنا عارف كده. يعني قدام الناس كلها هو متجوز أربعة ودلوقتي اتجوز الخمسة. انت ايه؟ عايزة توصلي لإيه بالظبط؟ مش هو لعبها معانا قمار؟ أنا بقى هخليه يخسر كل حاجة. والنار اللي رمانا فيها دي مش هتلسع حد غيره. بس انتوا بس اسمعوا كلامي. فاميليا السعيدة في الحمام عايزة
الثاني الاوكرانيه ثانية واحدة. ايه ده عايزين ايه؟ انت فواز منعم الصياد؟ اه ايه؟ والهانم اسمها شوق مش كده برضو؟ مش جوه خش جوه. نعم عايزين ايه؟ احنا معنا امر بالنيابة بضبط واحضارك انت وهي. ضبط واحضاري؟ ورقة المأذون دي بتثبت ان انت اتجوزت المدام. مظبوط. يومين تلاتة على ما نستلم القسيمة. ايه المشكلة؟ المشكلة يا استاذ فواز ان الورقة اللي انت جايبها دي عشان تبرأ بيها نفسك بتدينك. ازاي يعني تدينه وهو اساسا بتثبت ان احنا متجوزين؟ مش فاهم حضرتك تقصد ايه؟ اقصد يا استاذ فواز ان انت متجوز اربعة لذمتك، ازاي تتجوز الخمسة؟ خمسة ايه يا فندم؟ انا مطلقهم الاربعة. طلقتهم عند مأذون شرعي؟ لا، انما انا رميت عليهم اليمين. عندك شهود على الكلام ده؟ شهود ازاي يعني؟ كانوا كلهم موجودين في البيت، هجيب شهود على اهل بيتي؟ جيبوهم واسالوهم. على فكره يا استاذ فواز اللي مقدم البلاغ ده زوجاتك. بلاغ؟ استاذ فواز انت متهم بمواقعه كونسا بالتدليس على كونك تجمع بين اربع زوجات غير السيده شو. اكتب يا ابني. قررنا نحن يوسف سيف النصر وكيل النائب العام حبس المتهم فواز منعم الصياد اربع ايام على ذمه التحقيق واجراء التجديد في المعاد. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة واستثنائية لأنها باختصار بتتكلم عن الزوجة الخمسة. بصراحة موضوع الزوجة الخمسة ده صدمة ما حدش يقدر يستحملها. يمكن تكون واحدة اتنين تلاتة أربعة لكن الخمسة طب تيجي ازاي؟ النهاردة في برنامجنا الستات ما عرفوش اكدبوا احنا قبل كده كنا فتحنا موضوع تعدد الزوجات والنهاردة احنا بنكمله لحضراتكم. الحقيقة القصة ان في راجل اتعود يتجوز اربع ستات وكان بيقعدهم كلهم في بيت واحد، لكن الجديد بقى انه اتجوز الخمسة. طب ازاي؟ حصري في برنامجنا النهاردة ستات ما يعرفوش يكذبوا هنقابل الستات دول، هنسألهم ازاي وافقوا، ازاي عاشوا، ازاي تعيشوا، وايه موضوع الأوضة اللي دايما فاضية لاستقبال الزوجة الرابعة. اهلا وسهلا بيكم منورينا. بس قبل ما نبدأ حوارنا معاهم مفيدة ونعرف قصتهم وحكايتهم هنروح لفاصل ونرجع نواصل حوارنا مع ضيوفنا تاني. نناقش النهاردة في حلقتنا عن تعدد الزوجات. أستاذة كمانية بما أن حضرتك صاحبة الدعوة فتقدري تحكي لنا الحكاية من أولها. الجميع يفكر أن يغير العالم ولكن لا أحد يفكر في أن يغير نفسه. هذه العبارة القصيرة في حروفها والعميقة في معناها تحمل إجابة على أسئلة كثيرة ممكن أن تدور في ذهن المشاهدين. أنا أول ما قريتها حفظتها وخليتها منهج ومبدأ في حياتي. فعلاً إحنا شغلين نفسنا باللي حوالينا بشكل سلبي وما بنحاولش نغير من نفسنا. أنا لما دخلت بيت فيه ثلاثة غيري حاولت أخليهم يغيروا من نفسهم وأنا كمان أتغير معاهم. السؤال الأهم واللي جايلنا كتير على الفيسبوك من مشاهدينا، إزاي كنت عايشين في بيت واحد وكان بيعاملكم إزاي؟ هو حضرتك يعني إحنا كنا دايماً حاسين طول الوقت يعني إن إحنا كلنا أخوات كده في بعضينا يعني.
وبصراحة الحاج يعني هو بيعرف يعني ازاي يحب ويعرف ازاي بيتحب يعني. بس احنا بصراحة لما كنا كل واحدة فينا بتختلي بنفسها في اوضتها يعني كنا بصراحة دايما بنحس ان احنا مش يعني مش كل واحدة فينا يعني واخدها لوحدها، ان احنا لينا فيه شركة كتير. بس برضك يعني عمر ما واحدة فينا حست ان في واحدة احسن منها، لانه يعني هو بصراحة يعني عمره ما أثر مع واحدة فينا ولا حسس واحدة إنها أحسن من التانية. كل واحدة فينا كان ليها مكان خاص بيها، كانت بتحس فيه إنها ملكة وما فيش حد قدها، كلنا كنا واحد. طب ممكن أسألك سؤال؟ عندي إحساس كده إن أنتي بتدافعي عنه رغم كل اللي عمله فيكي. مفيدة، إحنا جايين نهدي النفوس. النبي سيبيني أطلع الطلعة دي، مش قادرة. النبي لأنتي مجاوبة. عليه الصلاة والسلام، هي كل حاجة وحشة بتحصل لينا كلنا كنا شركة فيها، حتى لو كان بالسكات والرضا. وبعدين لعلمك الغلط لطط الكل. اتفضل اقعد. أستاذة كاميليا، حضرتك محامية معروفة وعندك جمعية بتدافع عن حقوق المرأة وضد فكرة تعدد الزوجات، يعني مش قادرة اتصور ازاي انت شخصيا قدرتي تتجوزي واحد متجوز 3 مرات. مبدئيا انا ما كنتش عارفة انه متجوز. طب ولما عرفتي ان هو متجوز عملتي ايه؟ حسيت قد ايه البني ادم ضعيف قصاد شهواته، وحزنت عليه قوي لما عرفت انه اختار كده عشان يوصل لي. طب بصراحه كده القضيه اللي انت رفعتيها كانت من مبدا الغيره الشخصيه ولا دفاعا عن حقوق المرأة؟ انا بدافع عن الحق والعدل، اما الغيره هي زي مشاعر كتير ماتت جوايا خلاص، وانا بنتهز الفرصه النهارده عشان اقول لفواز قصاد الدنيا كلها طلقني يا ابن فواز. لو انت صحيح عارف ربنا زي ما انت بتقول طلقني وكفايه لحد كده. ادخل. كنت متأكدة انك هتعملي كده. انا خلاص مبقاش ليا مكان هنا، انا الوحيده فيكم اللي طلبت الطلاق قدام كل الناس. احنا نضحك على بعض؟ ما احنا كلنا متطلقين. انتوا لازم تكملوا اللي انا بداته والا هتخسروا كل حاجه. نخسر؟ ما اظنش يا اختي ان في حاجه تانية ممكن نخسرها. عارفه يا نهار، انا لما جيت هنا ودخلت البيت ده كنت عارفه كويس قوي ان انا مفيش مكان فيه، بس كنت شايفه نفسي في مصير كل واحده فيكم لو عملت زيكم. ايوه بس احنا عملنا زيك، احنا طلعنا قدام الدنيا وكدبناه وفضحناه عشان نهده. انت بتلوميني يا نهار؟ بتلوميني عشان وقفت معاك وساعدتكم؟ مش عارفه الومك ولا الوم نفسي. الومك على اللي عملناه ولا الوم نفسي على السنين اللي فضلت فيها ساكته؟ بس انا اللي خليتكم تعملوه ده، هو اللي جاب لكم حقكم منه. الحق ما بيجيش غير بالعدل، والعدل اللي بيدني على كده بيبقى باطل. مش انا اللي هعلمك الكلام ده يا استاذ. لو كان فواز استغل حبنا وحشنا مع بعض في بيت واحد، فانت استغلتي ضعفنا، استغلتينا وحطتينا معاكي في مركب عشان توصلي لبر المجد والشهره، عشان تكسبي حرب وتطلعي فيها انت لوحدك اللي كسبان. استغلتي فيها غير 3 نسوان غلابه، مش كده؟ والله طلعتهم، بس هم انكروا قدام النياب
ولما قلت الوكيل النيابة طب ارمي عليهم اليمين دلوقتي تاني، قال لي لا ما العقد الجديد سابق، يعني كده كده القضية لبساني. لا 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 يا ابني ما تقولش كده فواز، لا اكيد في حاجة غلط وانا مش هسكت على كده ابدا. عموما يا فواز في محامي كبير قوي مسك القضية وهتخرج قريب قوي ان شاء الله. استغفر الله العظيم يا رب. ما تروح لأنهار يابا، روح لأنهار، هي الوحيدة اللي مش هتقدر تنكر وانا متأكد اللي مش هون عليها. اكيد يا ابني هروح لها، ما هو لازم اروح لها عشان اعرف حتى هم من ايه عملوا كده. المهم يا فواز يا ابن حبيبي انت بس خليك في نفسك وخلي بالك قوي من نفسك كمان، واي حاجه باظت هتصلح ان شاء الله. الظاهر انا اللي كان المفروض اتصلح، شكل الالم بتاعك جه متاخر قوي يا حاج. معلش يا ابني مفيش حد معصوم من الغلط، بس ولاد الصياد ده اللي ماشيين في الدنيا ببركة إيمانهم وعارفين ربنا كويس أوي وحافظين كتابه، لما يقعوا يتعلموا ولما يغلطوا يستغفروا ورحمة ربنا واسعة يا ابني، ربنا مفيش أرحم منه. ونعم بالله يا حاج ونعم بالله، لما قعدت في الزنزانة الضلمة قعدت لوحدي يا حاج، لقيت نفسي بقى لعتوب الدنيا كل شهواتها، حسيت اني في خلوه كنت بحتاج لها من زمان، خلوه بجد، لقيتني عمال ارجع لايام زمان، ايام خير الحمام يا حاج. فاكر يابا قلت لي ايه؟ فاكر فاكر فواز فاكر يا ابني، قلت لك اوعى تقفل باب بيا وركبت تصير، عشان لو ابتدت خلق عمره ما هيحط عندك تاني. ما هو ده يا ابني معنى الحرية اللي انت ما فهمتهوش وقتها. بس مش هو ده اللي انا ربيتك عليه؟ يعني كنت عايزني اعمل ايه؟ ارضى واعيش معاه واقول دي اسمتي ونصيبي؟ واربط مصيري بواحد بيتعامل معانا زي شرباته اللي بيغيرها كل يوم عشان تليق مع البدلة اللي لابسها؟ لا يا بابا، أنا كان لازم أخد موقف عشان يحس ويفهم ويفوق من اللي هو فيه. بعد ما وافقتي إنك تروحي معاه وإنتي عرفتي حكاية جوازه أنا استغربت، لكن لما شفتك في البرنامج ولقيتك لماهم حواليكي فهمت. بس أنا ما تجرتش بيهم ولا ألفت حكاية، ده واقع ستات كتير عايشين بس مش لاقين مين يتكلم عنه، وده اللي أنا عملته. فواز داس على كرامة الست جواكي، خلى توازنك يختل وتتلخبطي وتوصل بيك الدرجة انك تفضحي بني ادم على الهوى المفروض ان جوزك، ويحولك من محامية بتدافع عن حقوق الانسان الى جلاد بيحاكم من غير عدل. الحمد لله ادينا اطمننا على دلال، فاضل بقى نطمن على الباقي ونشوف ايه اللي وصلنا لحد كده. النبي يا ابو الحاج الله يكرمك، قبل ما تقول اي حاجة، اللي وصلنا له ده بسبب ابنك انت، واللي عملناه يا دوبك نقطة في بحر من اللي عملوا فيه. قبل ما تسني السكاكين كسميحة لازم تسألي نفسك الأول هتكسبي ايه من أذية جوزك أو من أذية أي بني آدم. يا سميحة يا بنتي عمر الأذية ما بترد حق ولا بتفش غل، بالعكس دي بتربي كرة، بتبقى عاملة زي حبل على رقبتك لحد ما يخلوك لحد ما تموتي، وقتها الكل هيبقى خسران. ليه؟ هو لما كان بيبدل علينا كل يوم والتاني واحدة ما كانتش دي أذية لينا برضك؟ لما ما كانش بيشوف غير نفسه هو وبس لوحده في الدنيا دي واحنا مش مهم، ما كانتش دي أذية؟ ده احنا عملنا مخدينا مداس، كنا بنسرق الضحك على وشوشنا عشان هو يبقى مبسوط، واحنا من جوه بنتعسر وحياتنا بنتعسر وجدتنا بتموت كل يوم والتاني، وهو ولا داري بينا. نعمله ايه اكتر من كده؟ ها احنا اللي خسرانين من حد،
احنا اللي خسرانين. ابوس ايدك، اتقوا الله فينا، اتقوا الله، حرام عليكم. يا مش قادر اصدق اللي بسمعه ده، والله ما انا قادر. عشان عمرك ما حطيت نفسك مكان ست، جوزها كل يوم بيحسسها انها مش ماليه عيب، وجعها وحش قوي وملحق. حتى انت كمان يا انهار يا بنتي. انا ايه؟ ده انا ساكته وكلمه في قلبي وما بنطقش كل الكلام اللي قالته سميحه، واللي هتقوله هدى، واللي شايله دلال، واللي شايله كاميليا، وغيرهم كتير. انا كل دول متكونين جوا واحده عاشت عمرها كله بتدي وما استنتش تاخد. معقوله يا نهار؟ معقوله انتي؟ انتي اللي قلبك شلوا الحب ده كله لقيتي فيه مكان للكل ده؟ على فكره انا مش جايلك عشان اقولك اجري الحقيقي، ولا اقول الحقيقه على الشاب فواز يخرج من السجن اللي هو فيه. لا لا يا بنتي، انا جاي اقولك فواز في ديها نهار. فواز محتاج كل قلب حبه بجد. فواز المره دي محتاجك انت يا نهار، محتاج لإيد حنين يطبطب عليه. مالك يا نهار؟ ايدك متلجة قوي كده ليه؟ انت خايفة؟ مش عارفة. مش هنهار اللي تتردد في حاجة زي دي. ما تبقيش اختي اللي علمتني ازاي اشيل كره اخواتي من جوايا. يلا يا حبيبتي ادخلي بره يجوزك. أطهر من بيت ربنا علشان أغسل روحي من الذنوب اللي أنا شايلها، وأقول لك على طابق على قلبي بقاله كتير. أنت جيت المرة اللي فاتت أنت وأخوك، قلتوا لي كلام زي ده برضه. كانت كدبة ولعبة متفقين مع سليم فيها. فضلنا كتير نلعب لحسابه، حسابنا ساعات. احنا دخلنا بيتك يا فواز وكنا عايزين نسرقك. انتوا شيطان يا فواز، لما بيتملك من حد بيعمى عينيه، بيخلي النفس ما تشوفش حاجه غير الحاجه اللي طمعانه فيها. ده انا فتحت لكم بيتي وشغلي، انا امنتكم على مالي، قلت لكم لو ليكوا حق تعالوا خدوه. أنا هنا يا فواز عشان أرجع الحق لصاحبه. فواز يا ابني، مفيش بني آدم بيمشي في ظل المولى عز وجل وينضم أبدا أبدا، وأنت راجل حافظ كتاب الله،
عشان كده ان شاء الله هيحفظك يا ابني من كل سوء. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. انا كنت خايف تكون كاميليا هي اللي ورا الموضوع، قلت هي الوحيده اللي ليها مصلحه. يعني انت كده يا ابني اطمنت كده؟ ارتحت الحمد لله. حيث كده بقى جي عليك انت الدور ترد الحق لاصحابها فواز. يعني ايه خرجتيه؟ ها؟ مش فهماكي، يعني ايه خرجتيه؟ يعني احنا دلوقتي بقينا خلاص مطلقين رسمي؟ يعني احنا يا اختي هنترمي في الشارع رميتك كده؟ مش هي دي الحقيقة ولا هنضحك على بعض؟ لا لا يا حبيبتي مش هي دي الحقيقة. وانتوا اللي ضحكتوا عليا، اه انتوا اللي ضحكتوا عليا، قلتوا لي يلا يلا يا سميحة هنحط ايدينا في ايدين بعض ونتلم. صدقتكم وحطيت ايدينا في ايديكم، قلتوا لي يلا نجري نربيه نعلمه الادب زي ما هو مربينا. مشيت وراكم ووافقتكم، وفي الاخر انا عار البطله جريت يا علاسبة عشان تطلعيه وتبقي البطله، وانا سميحه كخه يا اختي كخه، سميحه ام قلب اسود الشرانيه. مش هو ده اللي انت عايزاه؟ احنا ما بقلناش وعد هنا، احنا لازم نمشي بعد كل اللي حصل ده، لازم نمشي والا هو اللي هيجي وهيطردنا. لا والنبي، ما لازم نمشي فعلا. هو انت خايفه من ايه؟ عادي يعني، ما انتوا عيله واحده، هتروحي تقعدي عند امك مع ابوه لحد ما الدنيا تهدى عشان ترجعي له، وانتي الصدر الحنين بتاعه. حرام عليك يا شيخ، حرام عليك، ارحميني مش كده. ارحمك؟ ايه؟ قلت لك على الجرح يا اختي ولا ايه؟ ولا على راسة بطحة؟ الظاهر ان الهباب اللي كنت بتشربيه خلاص بوظ لك مخك، لحسهولك. ما انا برضك صدقتك ومشيت وراكي وبطلته. يا ريتني يا شيخة ما كنت بطلته، كان زماني مش موضوع زي دلوقتي. لمي روحك يا سميح. ألم روحي يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ هتعملي ايه؟ هتضربيني ولا تعلقي الفلكة؟ هنزل الشبشب عليكي زي زمان يا سميع. وانا هضربك يا نار وانا هضربك يا بس ان شاء الله هيبقى كويس. ان شاء الله. انا عارف انك تعبت كمان في الولاده، طول عمري انا واخده على الشقه والتعب. انا يمكن اكون تعبتك شويه، انما انتوا ظلمتوني. انت اللي ظلمت نفسك، ربنا ادالك كتير قوي وانت طمعت في الاكتر، عايز تحط أصناف كتيرة قوي وتاكل منها في نفس الطبق. كل اللي عينك تشتهيه كنت عايز تطوله بإيدك، مش مهم بقى تدوس على مين في طريقك وانت بتشب عشان توصل لبق الدنيا وتخطف منها اللي انت عايزه. مش شايف ان كده بتظلميني تاني؟ سيبني في حالي يا فواز، سيبني في حالي يا شيخ، سيبني ألم اللي باقي فيا انا وامي وابني، سيبني راح اشوف لي شغلانه تكفينا وتحمينا من مرمطه الدنيا وبهدلتها فينا.
ان انت هترجع تلاقينا مستنيينك بالاحضان؟ لا يا اخويا، ده الملك لله وحده، لا اله الا الله. فوق يا حاج فوق. انا فايق يا سميحة، ما كنتش عايزكم تاخدوني بالاحضان، انا عايزكم تفكروا شوية مين فينا اللي غلطان. انا عشان اتجوزت على سنة الله ورسوله، ولا انتوا اللي قبلتوا بوضع وعشتوا عليه وجايين دلوقتي تحاسبوني عليه؟ ما تردي. بتعيرني يا فواز؟ بتعيرني عشان حبيتك؟ ما انا حبيتك. هو انا ما حبيتكيش؟ انا ما حبيتكيش، انا بس بفكرك مين اللي ظلم التاني؟ انا اللي ظلمتكم ولا انتوا اللي تبليتوا عليا بتهم ازور ورميتوني في السجن؟ واحنا اللي خرجناك يا حاج. خد يا حاج ده مفتاح الاوضه الرابعه، الجرح اللي في قلب كل واحده فينا، وانت عمال بتدوس عليه ومش حاسس بتوجعنا قد ايه. الكابوس اللي انت معيشهولنا ليل ونهار نايمين وصاحيين، الالم اللي خدنا مستنيه كل يوم والتاني، القرف والوجع اللي خلاني اشرب بلاوي زرقاء مش بتاعتي. شفت الاوضه الرابعه وصلتنا لايه؟ خلاص يا حاج، مفتاح هيبقى معاك، بس احنا خلاص يا حاج استوينا، ما بقيناش حمل جرح تاني. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. بابا مين أنت؟ مين أنت؟ حبيبي وحشني يا مرحبا، وحشني يا مرحبا، تعال حبيبي. وحشني يا منعم قوي. انت كمان يا بابا وحشني. انا كل يوم بقف في شباك الاوضه بستنى عشان اشوف العربيه، برضك ما بتجيش. مش هتيجي معايا بقى حبيبي؟ يا منعم قول لي حبيبي، انت لسه بتغني؟ ما تخافش، أنا نفسي أسمعك بجد يا بابا. أغني؟ أغني يا حبيبي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صباح ماشي. ويا حمام يا حمام ترقب له قوام، يا حمام خليه، يا حمام الشمس حرير، يا حمام ويا حمام يا حمام ترقب له قوام، يا حمام خليه، يا حمام الشمس حرير، يا حمام. الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي،
لحسن حبيب حبيب ده اللي صبح ماشي. عشان حاج منى ما كانش فاضي يوصله جبته. السلام عليكم. بابا ما تمشيش. احنا اللي ماشيين يا حاج. ماشيين رايحين فين؟ خلاص احنا ما عدلناش مكان هنا تاني بعد اللي حصل. الوحيد اللي ما بقاش ليه مكان هنا هو انا. هو تفتكر ان دي حاجه سهله ولا عقاب هين؟ البيت ده مش حيطان ولا بيبان ولا شبابيك ولا عفش وسجاد وستاير. البيت ده روح واحدة، روح واحدة ومقسومة على الكل. صالب نفسه وسايع الكل بنفسك يا نهار. هون علينا حاجات وحشة كتير قوي. ضحكتك يا سميحة وخفة دمك بتطري علينا برضو. شقاوة دلال وشقاوتها وخفة دمها دلعها ومبارك لنا بيه. كان بيبارك لنا بتقوة هدى. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجازي بني آدم بيجازي من فعل العمل، بيحرمه من الحاجة اللي كان فاكر إن هو مالكها. والواحد يقعد مع نفسه ويفكر ويعرف قد إيه هو صغير قدام المولى عز وجل. الحمد لله أنا عايش بقيت عمري أصلي وأستغفر، يمكن ربنا يسامحني ويمكن انتوا تسامحوني. يا ريت تسامحوني، لا توحشوني. شوفوا وشكوا بخير، شوفوا وشكوا بخير يا اولاد. شوفوا وشكوا بخير. السلام عليكم. ما تمشيش يا بابا. ما تمشيش يا حاج. ولا ايه يا سميحة؟ مشكلتنا الحقيقية إننا ما بنشوفش حاجات كتير غير اللي إحنا رافضينها. ما شفناش في أمينة غير ضعفها قدام سي السيد، ونسينا إنها نموذج للعطاء والتسامح بلا حدود. ما خدناش بالنا من شخصية زي أم حسن في رواية بداية ونهاية لنجيب محفوظ، اللي كانت نموذج للقوة والصبر والعطاء والتضحية. أنا شايفة إن الست بطبيعتها اللي خلقها بيها ربنا هي خليط من الاتنين، هي القوة والتسامح، هي الصبر والعطاء. في عز قوتها تقدر إنها تسامح، وفي عز ضعفها تقدر إنها تدي. دي خلاصة تجربة عشتها
وشفت فيها الست على حقيقتها ببساطة قبل ما الدنيا تلونها بزينتها الكذابة. معلش اعذروني لو كنت طبيت عليكم كده من غير دعوه، انما في كلمتين كنت عايز اسمعهم، وكلمتين ضروري اني اقولهم. أنا اسمي فواز الصياد، يمكن كتير منكم سمع عني بالذات في الفترة اللي فاتت، وصدقوني صدقوني أنا أكتر إنسان بقدر الست وعارف قيمتها، عارف قيمتها كويس أوي، حتى لو اختلف معايا ناس كتير. لكن البني آدم مننا ضعيف، البني آدم ممكن يشوف الدنيا بنص عين، مش قصده، محدش بيبقى عايز يشوف الدنيا بنص عين، بس ساعات بيكون كسل، ساعات بيكون استسهال، ساعات بيكون ضعف، ساعات بتكون حاجة كتير قوي. أنا كنت واحد من الناس دول، كنت واحد من الناس اللي شايفين الدنيا بنص عين، لحد ما قابلتك يا كاميليا. كاميليا فتحت عينيا التانية، خلتني أشوف الدنيا بشكل عمري ما شفته قبل كده، خلتيني أشوف الدنيا أحلى والحياة كاملة، شبه كاملة طبعا، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. وأنا جيت النهاردة جيت لك يا كاميليا عشان امدلك ايدي، مش لازم لما نتقابل نتصادم، ممكن قوي نتفاهم مهما كنا مختلفين. بس انا دلوقتي مش على ذمتك، وانا عايز اسلم عليكي حتى وانتي مش على ذمتي. عايزك تحطهم جنب الكتب اللي انت جبتها، واتمنى انك تقراها. ان شاء الله اشوف وشك بخير. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. تيجي تحضري اسبوع يا ابني؟ الاسبوع ده انا اللي عازمك عليه، وهجيب لك هديه فيه اتمنى انها تعجبك. من غير مناسبه برضه؟ شوفها الاول وبعدين احكم. خلي بالك من نفسك. يلا بقى يا اولاد.
الحاج كده هتأخروا على الطيارة. سلمني على حضرة النبي يا حاج. أنا جاهزين أهو يا حاج، جاهزين خلاص. يلا يا بنات روحوا ترجعوا بالسلامة يا أولاد. الله يسلمك يا حاج. مش كنت جيت معانا؟ كانت كمية يا عم، كفاية عليك قوي دول، بس على الله تعقل بقى. ربك المستعان يا حاج. بتقول حاجة يا حاج؟ ها؟ رد. بتقول حاجة يا حاج؟ اللهم اغفر لنا وتقبل منا. آمين. قولوا آمين. آمين. يلا على العربية يا بنات. زغرتي يا بنتي يا سميحة. ايه اللي بتعمليه ده؟ هو انتوا رايحين فرح؟ ده انتوا رايحين تحبوا. عقبال فرح ولادك يا حاج فواز بعون الله. ولا انت نفسك في حاجة بعون الله؟ ما ترد يا حاج فواز، لسه نفسك في حاجة تانية؟ لا خلاص خلاص قوي، احنا كده الحمد لله جبرنا وكله بما يرضي الله. تاني يا فواز، كله بما يرضي الله. كفو كفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.